هلا بدنا نطلع ناخذ الاكسلريشن مظبوط. هلا بدي افترض انه عندي انا تراينجلر سبيد بروفايل ومعطيني هو 5 سكندز بعندي ديستنس 1 متر بده 5 سكندز كانه عندي هاي هون 5 سكندز مظبوط والمساحه هاي كلها قديش 1 متر ايش بقدر اطلع مباشره من هون مساحه القاعده في نص القاعده في الارتفاع شو بتعطيني مساحه المساحه فعندي 1 متر تساوي عندي 5 سكند خلينا نسميها في ماكس او ايش انا مسميها هون بسميها في ماكس خلينا نسميها في ماكس لكن عطني فبصير عندي هلا في ماكس بيساوي 2 على 5 وبيساوي 0.4 متر بير هاي طبعا التوب سبيد راح يوصلها فلما انت تيجي تطلع للمنصه راح تحس السيستم بتحرك لو انه متر طبعا اذا كان متر طبعا هذا متر طبعا حاله كبيره احتمال ضعيف انه يكون الفاريشن بس حسب أسوأ حاله هون عندنا واحد الحالات راح تكون عندي 1 متر راح يتحرك ال 1 متر بخمس ثواني فراح تزيد سرعته لحد ما توصل 0.4 متر بير سكند عند النقطه هاي بس بعدين راح نرد ننزل مره ثانيه ليش اخترنا تراينجلر بروفايل؟ لا بوصل في ماكس لانه بعطيني المينيمايز بعمل مينيمايزيشن للتايم احنا مفترضين ومنفترضين انه هاي مسموح السرعه طبعا لازم نعمل تشيك بعدين نتاكد انه هاي السرعه مسموح فيها السرعه اني امشي 0.4 متر بير سكند بدي احول 0.4 متر بير سكند بقدر احولها لبلسز بير سكند اه متذكرين؟ اكيد اوكي طيب هلا هذا اذا طلعنا هاي هلا بدنا نطلع اي ماكس كمان او اي اي بدها تساوي اذا اخذت في على هذا الزمن مش هيك مش بتطلع معي اي في ماكس اللي هي على تي على 2 وتساوي 0.4 على تي على 2 اللي هي 2.5 فبتطلع معي ايه 0.16 متر بير سكند سكوير اوكي مظبوط هلا لاحظوا هون بهمنا ال 50 كيلو جرام لانه عندنا راح يكون بهمنا ال 50 كيلو جرام مش عشان اوت اوف بالانس عشان عندنا راح يصير في انرشيا هلا بنطبق قانون نيوتن عندي اف ماكس بدها تساوي ام اي زائد اف نسميها ريزيستنس نسميها ار اي اس فهلا الفورس اللي بدها تيجي عندي هون الفورس اللي بدها تحطها النقطه هاي بدها تقاوم بدها تعمل ام اي على هذا السيستم اللي موجود هون مظبوط في عندنا اي هي عندنا اي الخطيه لاحظوا هون احنا ما رجعنا للهاي سبيد شافت وين راح احل؟ نحل على نفس هذه من هون مع اني بعدين راح ارجع تورك راح اطلع تورك بس خلينا نحسب اف ماكس هلا اف ريزيستنس قديش بتساوي؟ 5 بعدين عندي ام اي ايش الام اللي عندي؟ 50 احنا راح نهمل هذه اللي هون القطر هذا راح بس اركز على هاي اللي هون عندي 50 كيلو جرام مظبوط؟ ايش بدي اضربه؟ 0.16 فبيطلع معي هذا المفروض يطلع 13 نيوتن تاكدوا من اضربه 5 5 في سدسها تقريبا 8 و5 13 نيوتن مظبوط؟ هذه طبعا باتجاه الخطي من هون، هلا ايش بقدر هذا اطلع منه؟ الفورس المطلوبة ايش بقدر اطلع منها؟ انا ايش بدي اعمل اختيار؟ شو اللي بدي اختاره؟ تورك اذا انا بدي اطلع كمان هلا تي ماكس من هون تي ماكس بدها تساوي ببساطة هلا شو بعمل؟ بضرب اف في في ار بصير عندي اف ماكس في ار تبعت البنيون ويساوي 13 نيوتن في 0.159 هذا بعطيني 2.067 نيوتن متر انا مش عارف ليش مش حاطط انا افشنسي لازم اكون حاطين افشنسي هون اوكي في شيء هو افشنسي هون لو فرضنا مثلا المفروض يعني هون ينعطى افشنسي لو فرضنا الافشنسي 0.9 او 90% راح يصير عندي اف ريكوايرد تساوي 2.067 على 0.9 قديش حد يحسب لنا شو بتطلع؟ تقريبا بتطلع 2.2 حوالين 2.2 2.3 2.29 خلينا نسميها 2.3 هلا اذا قارنت هذا الرقم وين بختار؟ هذا المحرك اه لكن في عندي شيء غلط انا او يعني في شيء مش دقيق 100% شو اللي افترضته هون انا؟
هذا التورك هو هولدينج تورك، وهذا التورك بدي اياه لما بكون عمالي بتحرك على سرعه، يعني سرعه بتكون مش هاي بقدر احولها لبلسز بير سكند. فلو احنا بدنا نشتغل بشكل دقيق شو مفروض اخذ المحرك هذا؟ اجيب سبيد تورك، اجيب سبيد تورك بتطلع هاي السرعه اللي هي 0.4 مش هيك، 0.4 متر بير سكند، بحولها لبلسز بير سكند وبشوف هاي وين موجوده. بعدين ايش بعمل؟ بشوف شو التورك اللي بعطيني اياه. هذا التورك لازم يكون اعلى من 2.3. اوكي ماشي.